تدهورت الحالة الصحية للفنانة خديجة أسد، فبعدما انتشر بشكل واسع عبر الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق انستغرام خبر وفاة الممثلة المغربية القديرة خديجة أسد. وكشف مصدر مقرب أن الفنانة خديجة أسد في وضعية مزرية، ولكن الأخبار متداولة بخصوص رحيلها إلى دار بقائه مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة. وقد أضاف نفس المصدر أن مرض السرطان قد أنهك خديجة أسد خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد جسمها قادرا على التجاوب مع العلاج الكيماوي، مرددا أنها تحتضر وأن عائلتها طلبت زوال اليوم إخراجها من إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء إلى بيتها. وكان آخر ظهور للفنانة خديجة أسد على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف ابنها، حيث انتشرت صور للفنانة أسد تظهر فيها نحيفة ومتعبة، وما أثار شكوك محبيها حول وضعها الصحي. عبرت فئة أخرى عن تعاطفهم مع الفنانة خديجة أسد التي دبلت بعد وفاة زوجها الممثل عزيز سعد الله. وجاء في تعليق على صورة خديجة أسد: مسكينة تبدلت بزاف من بعد موت الزوج ديالها. وكتبت إحداهن: هذا هو الزواج ديال المودة والرحمة. وأضافت أخرى: نفس حالة أمي بعد موت أبي، حرقة الموت ما يعرف بحقها غير المجربها، البقاء لله